بيمثل مدرسة البشائر الدولية 8 عواقرة، هيلعب منهم 4، وأول واحد فيهم عبد الرحمن نجار. لعبنا ماتش كويس، هم كانوا أسرع على البزر، كان هدفنا الأسمى اللي احنا نعرف حاجات جديدة، احنا طلعنا بحاجات أهم بكتير منها. مريم عوض ما شاء الله عليها كنز معلومات، جاهز للتحدي. ونورة أسراوي. هم فعلا كان تيم، كان يستحق ان هم يفوزوا. استفدت اكتر ما احبطت، عشان كده انا جاهزه ومستعده للمركز الثاني. مصطفى عنده كام معلومات هايل، هو شاي شويه، واثقه من الفوز ان شاء الله. مصطفى أسامة. نفسيتنا ما اتغيرتش بعد ما خسرنا المركز الاول، اعتمد على الفريق كله. نجار كويس في السبورتس والميوزك وقد التحدي. ومريم عوض. نفسي ان انا كنت سبب ان الفريق بتاعي يكسب المركز الثالث. افوكس اكتر على التاسكس اللي علينا ان احنا نذاكرها في المسابقه، واثقه من الفوز وقد التحدي ان شاء الله. بشاير الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك عبد الرحمن؟ الحمد لله. مبسوط ولا زعلان؟ مبسوط جدا من المسابقه دي، ولا هي حاجه عظيمه فعلا، يعني من احسن القرارات اللي اخدتها في حياتي. ليه احسن قرار اخدته في حياتك انك تشارك معانا؟ احنا ما بصناش كلنا على الفوز، عمرنا ما بصينا على الفوز. كان يمكن اسمى هدف عندنا ان احنا نطمن، يعني نثبت لنفسنا ان احنا مش مجرد دحيحه مدارس ومناهج والجو ده، لا احنا فعلا كويسين ومثقفين وعندنا علم، وان احنا مش مجرد ناس بتفضل تفر في الكتب. ومش بس علم، وكمان عندكم اخلاق. نوره الاسراوي، ازيك يا نوره؟ ازي حضرتك؟ ابتسامه الجميله دي ربنا يخليك. مبسوطه ولا زعلانه؟ مبسوطه. مبسوطه؟ سنة زعل من ايه؟ انا كنت عايز اوصل لدي. قولي لي. مش زعلانه ان احنا خسرنا، هم طبعا التيم الثاني. انتوا ما خسرتوش. احنا ما خسرناش حاجه. بالظبط كده، احنا كسبنا علم وكسبنا اصحاب انا ما كنتش متخيله ان انا هكسبهم في حياتي. انا الناس دي يعني عندي بالدنيا، التيم بتاعي كله بجد من احسن الناس اللي لعبتهم في حياتي، وهفضل فاكراهم عمري كله. مصطفى اسامه رجعت تلعب تاني. تلعب على المركز الثالث والرابع. ان شاء الله. مستعد يا مصطفى؟ ان شاء الله. قول لي، متوقع ايه من مباراه النهارده؟ متوقع ان احنا نلعب مباراه حلوه ان شاء الله، يعني حتى طلعنا خسرانين طلعنا كسبانين مش مشكله، احنا مبسوطين. مش احنا اتفقنا محدش بيخسر؟ احنا كسبانين بس. بالتوفيق يا مصطفى. مريم. مريم عوض، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. احساس النهارده عامل ازاي؟ حماس اكتر منه قلق يعني. بالتوفيق مدرسه البشائر.